اولا احنا يعني في متعودين كما تعودنا في مجلس اتحاد الطلبه وحركه شبيبه الطلابيه في كل عام دراسي وفصل دراسي تكريم الطلب المتفوقين في كافه الكليات. واليوم عنا احنا عملنا في الاسبوع السابق كليه الهندسه والان كليه العلوم والاداب وكليه الزراعه كي يعني نعطي حافز للطلبة ونحفزهم على العطاء وعلى الاستمرار وعلى التفوق والتميز والإبداع، وبالتالي نعمل على تطوير قدرات الطلبة ومواهبهم ودفع من مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية للطلبة للتقدم إلى الأمام و أن يكونوا في صفوف المتميزين. إحنا اليوم في مجلس اتحاد طلب حركة الشبيبة الطلابية قائمين بحفل تكريم للطلبة المتفوقين في كلية الزراعة وكلية العلوم والآداب. طبعا بالأسبوع السابق بقى عندنا تكريم لطلبة الهندسة وطلبة الدبلوم، وعندنا يوم الأربعاء تكريم لطلبة الاقتصاد. إحنا بيجي هدفنا من هذا النشاط هو تحفيز الطلاب اللي متفوقين ليستمروا بتفوقهم، للطلاب مش متفوقين ليتشجعوا ويثابروا بأزيد ويكملوا جهدهم ويجدوا ويجتهدوا ويجيبوا يعني ويأكدوا على إنه العلم مهم والتعليم مهم جدا في دولتنا. طبعا العلم هو السلاح الفتاك اللي بيأثر في العدو الصهيوني بشكل أساسي، فإحنا بنأكد إنه إحنا مثابرون وجادين وراح نجتهد ونجد إن شاء الله في جامعة خضوري، وراح نأكد على إنه التعليم هو سلاحنا الوحيد بإذن الله تعالى. في هذا اليوم مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية ينظمون احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين في كليتي العلوم والتكنولوجيا الزراعية وكلية العلوم والآداب. هذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة التي يقوم بها مجلس الطلبة، ونحن في إدارة الجامعة نبارك هذه الأنشطة تعزيزا ودعما للطلبة المتفوقين، فنحن نفخر بطلبتنا عندما يحققون التفوق. فكما هو معروف من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، فلا بد من عمل أنشطة كهذه لإعطاء هؤلاء الطلاب حقهم، لأننا شعب نعاني من الاحتلال وبالعلم نستطيع مقاومة احتلالنا، ولكن العلم لوحده لا يمكنه دحر الاحتلال، ولكن بالتفوق والتميز باستطاعتنا بناء وطننا وتحريره وبناء مقومات شعبنا.